الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، ويؤكد أن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين. خلال مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، مدبولي يؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الخاص للعب دور قيادي في التنمية الاقتصادية. مصر تعلن اعتزامها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وتجدد مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية بضرورة التحرك لوقف إطلاق النار في غزة. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من تطويره ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل البيت، وذلك بحضور السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند. وأهدى السلطان مفضل سيف الدين هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم قام الرئيس السيسي والسلطان مفضل سيف الدين بجولة تفقدية بمسجد السيدة زينب بعد تطويره، صافح خلالها بعض الشيوخ والعلماء. وخلال الجولة وجه الرئيس السيسي الشكر لطائفة البهرة بالهند على مشاركتهم ومساهمتهم في تطوير مساجد آل البيت، وأكد الرئيس السيسي أنه يقدر جهود طائفة البهرة ودلالتها الكبيرة على حب آل البيت. ثالث مناسبة خلال فترة قليلة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، نفتتح تطوير الأضرحة. سابقا كان ضريح الإمام الحسين، ثم السيدة نفيسة، ثم السيدة زينب. وطبعا مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة جدا وليها دلالة كبيرة قوي على حب آل البيت والبذل من أجلهم. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لديها خطط كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تعويض أصحاب المساكن المحيطة بالمساجد لتطوير هذه المناطق. وإحنا من جانبنا في مصر هنا عندنا خطة كبيرة قوي لتطوير المساجد يعني بتاعت آل البيت، وأيضا اللي كانت للصحابة اللي جم على مصر والصالحين، ويمكن لسه كان بيبقى في عرض من أيام قليلة عن اللي بيتم في مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن والمواردي ومساجد أخرى كثيرا، اللي هي من أول القلعة فوق أو من أول السيدة نفيسة لغاية نصل إلى السيدة زينب إن شاء الله. ولو النهاردة، وده كلام بقوله لينا كلنا، إن إحنا لو محافظة القاهرة مع بعض المساكن اللي هي يعني ظروفها كانت اتنشأت بجانب كتير من المساجد ديت، إحنا لو ممكن نعوض الناس تعويض كويس عشان نقدر نخرج هذه المساجد بالإخراج المناسب اللي كانت موجودة عليه بأماكنها، احنا ممكن نعمل كده واحنا متحركين في ده. كما أضاف الرئيس السيسي أن أهل البيت التمسوا الأمانة في مصر مجددا شكره لطائفة البهرة. ربنا سبحانه وتعالى أكرم مصر بأن يكون يعني أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني يبحثون عن أمان وعن مكان يستقروا فيه
حماية وفي حفظ وفي استقبال يليق بهم كانت وجهتهم مصر، ووجدوا في مصر فعلا الأمن والأمان اللي هم كانوا بينشدوه. وده من فضل ربنا علينا ان احنا النهاردة في مقام السيدة زينب حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده من فضل ربنا علينا والحمد لله. مرة تانية أنا بشكرك وببقى سعيد قوي لما بستقبل جلالة السلطان والوافد المرافق لي، وفي كل مصر في كل مرة تشرفونا هيسعدنا أن أنا ألتقي بيكم وأشكركم على اللي بتعملوه. من جانبه وجه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهراء الشكر لمصر على منحها هذه الفرصة للمشاركة في تطوير أضرحة آل البيت، مشيرا إلى أن السيدة زينب لها مقام في قلوب المسلمين عامة وفي قلوب أهل مصر خاصة. أشكر جمهورية مصر العربية مع رئيسها العزيز وحكومته الرشيدة وشعبها الكريم على أن أجازت لي بناء هذا الزريع من الجديد الذي نصب على هذا المقام من جهة والدي الدكتور سيد محمد برهان الدين، ولسيدتنا زينب في قلوب المسلمين عامة وفي قلوب أهل مصر خاصة مقام، ويا له من مقام. وقال السلطان طائفة البهراء إن السيدة زينب اختارت مصر سكنا لها ودعت لأهلها بالنصر، داعيا الله عز وجل أن ينعم على مصر وأهلها بالأمن والاستقرار. وأسأل الله تعالى بحق رسول الله وبحق أهل بيته الكرام أن يتقبل منا هذه الخدمة اليسيرة، كما أدعوه عز وجل أن ينعم بمنه وكرمه على فخامتكم بكامل الصحة وشامل العافية، ويبارك لكم في هذه الفترة الرئاسية الجديدة، ويجعل صالح عملكم محسوبا من الحسنات الجارية التي تبقى فوائدها تستمر خيراتها، كما تدرع إليه أن ينعم على مصر وأهل مصر بنعمة الأمن والاستقرار والسلام والازدهار. وقد اكتسى مسجد السيدة زينب في قلب القاهرة بحلة جديدة، ذلك بعد انتهاء أعمال ترميمه وتطويره، ذلك في إطار ما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة في عمارة بيوت الله إنشاء وتطويرا. مسجد السيدة زينب رضي الله عنها هو أحد أشهر مساجد القاهرة. يقع المسجد في الميدان المسمى باسم الجامع ميدان السيدة زينب، وشهد منذ إنشائه عمليات توسعة وتطوير عديدة. تم إنشاء هذا المسجد في عهد الخديوي توفيق سنة 1302 هجرية، ومر المسجد بعدة توسعات. كان في توسعة أولى في عهد الملك فاروق، والتوسعة الثانية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله، ثم توسعة أخيرة في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. وتم عمل مدخل جديد
للمسجد، وتم إنشاء قبة أعلى المدخل الجديد في أثناء عملية التطوير الحالية التي تتم أو التي تمت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله. تم عمل تطوير شامل للمسجد ومتكامل لجميع أرجائه، لكل التوسعات للمسجد الأصلي وللتوسعات الأخرى المحيطة بالمسجد. نحن نتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي مساجد مصر عامة اهتماما، ومساجد آل البيت بصفة خاصة اهتمام أكبر. أعمال التطوير الحالية شملت جميع العناصر الأثرية وتجديد الواجهات والزخارف والشرائط الكتابية والزجاج المعشق والقبة والمأذنة والشبابيك الغصية والأبواب الخشبية والزخارف الفضية والنحاسية لمسجد السيدة زينب رضي الله عنها. سيدتنا السيدة زينب هي حفيدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي التي جاءت إلى مصر شرفت أرضها ونورت أهلها في عام 61 هجرية، استقبلها أهل مصر واستقبلها والي مصر مسلمة ابن مخلد، وكانوا في استقبالها استقبالا حافلا، فشرفت أرضها ونورت أهلها ودعت لأهل مصر جميعا بالخير والبركة والنصر والفرج، فقالت: يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله، وآويتمونا آواكم الله، وجعل الله لكم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. المسجد يتكون من 7 أروقة موازية للقبلة، يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة، ويقابل القبة قبة ضريح السيدة زينب، وفي الواجهة الشمالية مدخلان رئيسيان. وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم توسعة مساحة المسجد توسعة كبيرة وتطويره على هذه الصورة التي تليق ببيوت الله عز وجل وبالجمهورية الجديدة. يعد مسجد السيدة زينب من أهم الآثار الإسلامية في قلب العاصمة القاهرة، وعلى مر التاريخ اهتم الحكام بتطوير المسجد وضريح السيدة زينب، وعدوه من الأماكن الرئيسية لآل بيت النبوة صلى الله عليه وسلم. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية القطاع الخاص كواحد من أعمدة النمو والتطور في مصر، لافتا إلى ما تواجهه البلاد من تحديات كثيرة داخليا وخارجيا، وخلال جلسة حوارية في افتتاح فعالية مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية. أشار مدبولي إلى انتهاء مصر من مراجعتين مع صندوق النقد الدولي. أود أيضا أن أرحب بممثلي القطاع الخاص المصري، وهم أهم أعمدة النمو والتطور في مصر. أود أن أبدأ بما حدث بالفعل في خلال الأشهر الماضية. بالطبع لدينا الكثير من التحديات، وأعتقد أن هذه التحديات تواجهها الكثير من الدول حول العالم. فمصر بالطبع لديها موقف مميز للغاية في المنطقة التي بها الكثير من التحديات داخليا وخارجيا، ولدينا الكثير من التحديات أمامنا. وأعتقد أن جميع الخبراء قاموا بالتحفيز، لأن ليس لدينا الوقت لأن نخفف من العواقب، ولكن يجب علينا أن نعمل باستهداف جذور هذه التحديات والمشاكل من خلال القرارات الجريئة والشجاعة، ونحاول أن نتعامل مع جميع العواقب من خلال هذه الإجراءات. وأنا أعتقد أننا تمكنا بنجاح أن نحاول أن نتعامل مع كل هذه العواقب الخاصة بجميع الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية. وشدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على اهتمام رؤية مصر 2030 بعدد من القطاعات ذات الأولوية ضمن اهتمامات الحكومة، من بينها قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والاتصالات والسياحة.
برؤية مصر 2030 قمنا بتحديد بعض القطاعات كقطاعات أولوية يمكنها قيادة الدولة. فبالطبع الأربعة قطاعات التي نؤمن أنها يمكن أن تلعب دورا هاما بالنسبة للنمو الاقتصادي هي الصناعة، الزراعة، الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا، وأخيرا وليس آخرا السياحة. القطاعات الأربعة نحن نؤمن تماما أن القطاع الخاص ربما سيحظى بحتى 100% من الإسهامات في هذه القطاعات الأربعة. وأود أن أقول أن حتى يمكننا أن نغير هذا كل هذه الأمور إلى عمل فعلي، ننخرط خلال الأعوام الماضية والعام الماضي للقيام بالكثير من التعديلات في اللوائح التنظيمية وخصوصا بالنسبة لقوانين قانون الاستثمار وعدة لوائح تنظيمية وقوانين أخرى يمكن من خلالها تيسير وتسريع هذه العملية حتى يمكن الحصول على التراخيص والموافقات للقطاع الخاص بالشكل السليم وبالشكل السريع للإنشاء وللائتمان من عدة هيئات بالدولة. كما أكد مدبولي ثقته بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الاقتصاد، مضيفا أن المخاطر الاقتصادية تأتي من الخارج. أنا أثق بجميع الإجراءات التي اتخذناها لأن الاقتصاد سينمو بشكل مستدام ومستقر، ولكن الخطر الأساسي يأتي من الخارج. ما يحدث الآن في المنطقة من حولنا يؤثر وخصوصا في حدودنا أو حول حدودنا، وهذا معني بما نراه يوميا في الأمور الجيوسياسية هي التي تمثل الخطر أو المخاطر الأساسية التي يمكن أن تضر رؤيتنا الاقتصادية طويلة المدى. ونحن نتمنى من خلال المجهودات التي نحاول أن نقوم بالعمل عليها لتهدئة الوضع والنزاعات والحروب التي تحدث من حولنا أن تهدأ الأمور قليلا، لأن هذا ما حدث أو ما تعاملنا معه بالطبع ما يحدث في غزة وله أثر على البحر الأحمر، والعالم أجمع يعاني من التكلفة الخاصة بالتجارة والتأمين وكل والنقل وكل ما حدث بالنسبة للتجارة الدولية. وقد انطلقت فعاليات مؤتمر يوم مؤسسات التمويل الدولية والذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي بمشاركة كبار المسؤولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص. ويعكس المؤتمر الشراكة الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة، إذ تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية بمحفظة استثمارات تقدر بنحو 8.9 مليار دولار. وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، أعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا سيرجيو بيمانتا، حيث أشار مدبولي إلى الدور المهم الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة، يقدم المشورة الفنية حول برنامج الطروحات التي تتبناه مصر في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وخلال الاجتماع أكد بيمانتا أن فريق المؤسسة الدولية يؤمن بأن مصر لا تنفذ برنامج الطروحات الآن بسبب حاجاتها للعملة الصعبة، وإنما يأتي هذا ضمن رؤية مصرية قصيرة وطويلة الأجل لإصلاح الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
من خلال اليوم تعمل مؤسسة التمويل الدولية ذراع مجموعة البنك الدولية المعنية بالقطاع الخاص على جمع كبار المسؤولين بداية من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات تمويل التنمية. ومن خلال اجتماعات اليوم ناقشنا جهود تمكين القطاع الخاص، فالحكومة المصرية تعمل من خلال تحركات واضحة على توفير سبل معيشة أفضل للمواطنين، ونحن نعمل على دعم ذلك ليس فقط من خلال التعاون مع القطاع الحكومي ولكن أيضا القطاع الخاص. وخلال العامين الماضيين قمنا بزيادة التعاون وخاصة في المجالات التي توفر فرص عمل وتدعم تنمية الاقتصاد المصري. النهاردة الحقيقة بنشهد توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومؤسسة التمويل الدولية، والحقيقة الإطار بتاع التعاقد النهاردة هو تقديم الدعم الفني لهيئة التأمين الصحي الشامل في كيفية التعاقد مع القطاع الخاص وجذب القطاع الخاص للاشتراك في المنظومة. منظومة التأمين الصحي الشامل هي منظومة بتعمل على تقديم خدمات الصحية المتكاملة للمصريين جميعا دون تمييز. الحقيقة تم تأسيسها تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية في 2018 بقانون رقم 2. الهدف منها زي ما بقول لحضرتك خدمات متكاملة للمصريين، خاصة بعد الأزمات الدولية اللي مرت علينا والأزمات الصحية، فبقى لازم الناس يبقى عندها إحساس بالطمأنينة أكتر. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد نهاية يونيو المقبل. وخلال الاجتماع تم استعراض عدة ملفات مهمة مقترحة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، ما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين. بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين في القطاع السياحي صياغة رؤية وطنية لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر. وأوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي بهدف التوصل إلى رؤية حقيقية واستراتيجية وطنية لمضاعفة عدد السياح الوافدين إلى مصر، مؤكدا الإصرار على التنسيق والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد. وقال إن الدولة تتمتع بإمكانات واعدة في هذا المجال من خلال مقاصد سياحية متعددة، مشيرا إلى استعداد الحكومة لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات لمضاعفة أعداد السائحين. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سق الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة للحوم وأقل سعر للسق، ذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء دون الدهون. أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن، حيث يتم فتح باب التقدم اعتبارا من 18 من الشهر الجاري حتى 27 من شهر يونيو من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بعد النجاحات التي حققها معاون الأمن في منظومة العمل الشرطي بانضباطهم وما يتمتعون به من مهارات تدريبية وبدنية وقتالية عالية اكتسبوها خلال فترة دراستهم التي يخضعون فيها لبرامج تدريبية ذات معايير عالمية، واستمرارا لهذه النجاحات صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور بمعاهد معاون الأمن وفقا لضوابط ومعايير محددة أعلن عنها مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن فتح باب قبول الدفعة العاشرة بهذه المعاهد. تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها لراغب الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن من الذكور فقط، وفقا للقواعد التالية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية،
ألا يقل السن عن 19 عاماً ولا يزيد عن 25 عاماً في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاون الأمن، أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاون الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب، ألا يقل الطول عن 170 سنتيمتر، ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة أو ملحقاً بالخدمة بهيئة الشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى، ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج. وتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن مواعيد التقديم من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت خدمات معاون الأمن. يتم التقدم من خلال صفحة خدمات معاون الأمن على موقع وزارة الداخلية بشبكة المعلومات الدولية اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 18/5/2024 حتى مساء يوم الخميس الموافق 27/6/2024 ميلادية. وستجرى الاختبارات بمعهد معاون الأمن بطرة، ومعهد معاون الأمن بالبحيرة، ومعهد معاون الأمن ب6 أكتوبر بالجيزة، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج. وتؤكد وزارة الداخلية على راغب التقدم للالتحاق بمعاهد معاون الأمن بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي للوزارة المخصص لذلك والتواصل مع المعاهد المقررة بالإعلان. مدة الدراسة بمعاهد معاون الأمن عام ونصف، يخضع فيه الدارسون لبرامج تدريبية متطورة ترفع كفاءتهم البدنية والرياضية والقتالية لتأهيلهم للعمل بمختلف المواقع الشرطية باحترافية وكفاءة عالية، تؤكد على الوجه الحضاري والانضباطي للشرطة المصرية. الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن الدفعة العاشرة هي فرصة للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بهذه المعاهد شرط اجتياز الاختبارات المحددة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أفاد مصدر رفيع المستوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بغزة، حيث وجه بتكثيف الإجراءات اللازمة لمنع مزيد من التصعيد. كما أكد المصدر أن الرئيس السيسي يتابع مع خلية الأزمة المعنية الموقف في غزة لحظة بلحظة. وجدد المصدر رفيع المستوى التأكيد على قيام مصر بتحذير إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة. هذا وقد نفى المصدر صحة ما تداولته بعض وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح. أعلنت مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وأوضحت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وطلبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوى القائمة بالاحتلال وبتنفيذها للتدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات على نحو كافي يلبي احتياجات الفلسطينيين في غزة، مجددة مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. We'll be right back.
تبذل مصر جهودا متعددة المستويات والأبعاد لنصرة القضية الفلسطينية وإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة. تتحرك مصر على جميع المستويات السياسية والإعلامية والإنسانية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. جهود متعددة المستويات والأبعاد لخدمة ملفات القضية الفلسطينية وخاصة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، بدءا باللقاءات والاتصالات الثنائية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب على قطاع غزة. وبالتوازي عقدت مصر اجتماعات بالقاهرة، وحرصت القيادة السياسية على التواجد في المحافل الدولية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر. مصر تركت كل الأبواب لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وبرز الدور المصري في مواجهة محاولات تصفية القضية من خلال رسائل القيادة السياسية سواء إقليميا أو دوليا، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي أمن قومي لمصر، وأن الشعب الفلسطيني صاحب الأرض لن تنجح أي محاولات لزعزعته منها. وهكذا لم تقف القاهرة مكتوفة الأيدي، بل قامت بدورها التاريخي لحماية المدنيين في فلسطين، وتواصلت مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة وغيرها، حيث كانت ولا زالت مصر هي صوت الشعب الفلسطيني الصادع بالحق. وعليه لا تألو القاهرة جهدا في تسخير أدواتها الإعلامية لكشف الحقائق خلال هذه الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في مواجهة الأبواق الإعلامية الإسرائيلية. فكان كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتنكيل بالمدنيين محركاً رئيسياً للعالم أجمع، فخرجت المظاهرات في الدول الغربية للتنديد بما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات في غزة، وتحولت المواقف الغربية ضد الحكومة الإسرائيلية وانقلبت من التأييد إلى الإدانة. وإنسانياً، مصر منذ اللحظات الأولى سعت إلى تخفيف معاناة المدنيين وإيصال المساعدات إلى أهالي القطاع، وتكفلت مصر بعلاج الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية. تلك هي المساندة والجهود المعهودة لمصر تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء في غزة على مدار عقود ماضية، وكانت مصر ولا زالت صمام الأمان لفلسطين والمنطقة أجمع. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتورة إيمان زهران أستاذة العلاقات الدولية. دكتورة إيمان، يعني تطور جديد بإعلان مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، كيف تقرأين يعني هذه الدلالات وهذه الخطوة؟ يمكن دور مصر كان واضح من بداية 7 أكتوبر وما قبل ذلك صراحة منذ نشأة القضية الفلسطينية وأبعاد الصراع العربي الإسرائيلي، لكن تطورات الأحداث الحالية بتفرض مزيد من الضغوط، بتفرض مزيد من الأوراق لمقايدة أنسنة الصراع أو مقايدة الوضع الإنساني بصفة رئيسية، ويمكن دي أولوية الأجندة المصرية في التحرك في السياسة الخارجية خلال الفترة الحالية. النقطة الثانية ما يتعلق بالوضع السياسي أو هيكلة الوضع السياسي لأبعاد القضية الفلسطينية والمسارات بتاعتنا أو آليات التسوية اللي تم الحديث عنها إبان قمة القاهرة للسلام، دي نقطة. النقطة الثانية اللي تم الحديث كذلك عنها في كافة اللقاءات أو الدبلوماسية الرئاسية من جانب فخامة الرئيس، تحركاتنا على مستوى دوائر السياسة الخارجية المصرية في كافة التكتلات الثنائية ومتعددة، رؤيتنا لآليات الحل ووجود دولة مستقلة على حدود 67. الحديث أو التطور الحالي فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية، رؤيتنا للوضع الإنساني، نتحدث حاليا عن إبادة جماعية ممنهجة، عن استراتيجية إسرائيلية لإعادة التغيير الديموغرافي ليس فقط لقطاع غزة لكن للأراضي الفلسطينية ككل، على نحو وأد القضية، على نحو تصفية القضية من محتواها، على نحو نسخ تصوراتنا المصرية أو مرئياتنا لآليات الحل، وهو ما ترفضه القاهرة جملة وتفصيلا، وتم التعبير عنه بكافة الآليات السياسية والدبلوماسية منذ اللحظات الأولى وحتى وقتنا هذا. بذكر الدبلوماسية المصرية، يعني هناك حشد كبير من قبل الدبلوماسية المصرية، يعني إلى أي مدى نجحت في الدعم الدولي لأهمية حل القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأم لكل مشكلات المنطقة؟
هي بالفعل الدبلوماسية المصرية نجحت في إعادة تقييم أبعاد القضية الفلسطينية على كافة المستويات الغربية والأسيوية الأفريقية. نشهد حاليا في كافة دول العالم، سواء نتحدث عن المظاهرات والحراك في الرأي العام لدى شعوب كافة الأقاليم الفرعية والدول، حراك نحو إعادة تقييم أبعاد القضية الفلسطينية، الرفض للممارسات الإسرائيلية من كافة الدول. نشهد حاليا تحركات أو حراك طلابي في العديد من جامعات الدول الغربية، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا اللاتينية، منددة بالممارسات وإعادة تقييم للتصورات المصرية أو رؤيتنا للحل مرة أخرى. هناك كذلك تقييم للخطاب السياسي الغربي على سبيل المثال، وإعادة نظره لمرئياتنا المصرية في آليات الحل، استنادا للمسارات اللي تم استعراضها من جانب فخامة الرئيس إبان قمة القاهرة للسلام بشكل واضح. كل هذا الأمر بيعيد تشكيل ذهني ليس فقط الرأي العام الغربي أو الرأي العام الأوروبي بشكل كبير والأمريكي، لكن كذلك الساسة والنخب السياسية في كافة والنظرة تجاه القضية الفلسطينية بصفة عامة. دكتورة إيمان زهران أستاذة العلاقات الدولية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. دائما ما كانت لمصر مواقف أصيلة على مدار التاريخ في مختلف القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. مصر حظيت بإشادات دولية لما بذلته من جهود في تمرير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك تبني الدعوة إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع بشكل كامل. فور بدء الأزمة دعت مصر لعقد قمة القاهرة للسلام، والتي وضعت رؤية حققت توافقا دوليا حول ضرورة إنهاء الصراع، فضلا عن أن مصر على مدار الأشهر الماضية تحولت إلى قبلة لقادة العالم لبحث الأزمة، كما أجرى العديد من القادة اتصالات بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتنسيق والتشاور، سواء فيما يتعلق بالعدوان أو تداعياته. كذلك وخلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية الأخيرة بالقاهرة، ثمن القادة الأوروبيون الموقف المصري الحكيم والنشط الهادف لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، وأعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية الدؤوبة الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار بالإقليم. الرئيس الأمريكي جو بايدن كذلك وفي كثير من المناسبات ثمن جهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك منذ اندلاع الأزمة. أمامياً أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره لمصر على مشاركتها البناءة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وجعل مطار العريش متاحاً للمساعدة الحيوية للقطاع، حيث وصف معبر رفح بأنه مصدر حياة ومطار العريش بأنه قبلة للباحثين عن التخفيف من معاناة سكان غزة. فلسطينياً دائماً ما تتطابق وجهات النظر المصرية الفلسطينية حول ضرورة إقامة دولة تحظى بكافة الحقوق على حدود 4 يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تأتي التصريحات الرسمية من السلطة الفلسطينية دائماً مرحبة بجهود مصر الساعية للحفاظ على التهدئة ومنع تصعيد العدوان الإسرائيلي ضد شعب فلسطين ومنع إراقة دمائه. عربياً تلقى جهود مصر كثيراً من الامتنان من القادة والملوك العرب الذين دائماً ما يؤكدون أن مصر تلعب دوراً رياضياً وإنسانياً لوقف الحرب على القطاع وإنفاذ المزيد من المساعدات منذ اليوم الأول للحرب. وهكذا تؤكد رؤية القادة والمسؤولين حول العالم بما لا يدع مجالاً للشك أن مصر كانت ولا تزال رمانة الميزان في القضية الفلسطينية والراعي الأول والأساسي لحل الأزمات، ليس فقط أزمة غزة وإنما أي أزمة تواجه المنطقة.
أشاد وزير الخارجية سامح شكري بمواقف دولة سلوفينيا إزاء القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي مع ناظرته السلوفينية تانيا فايون بالقاهرة، أشار شكري إلى أن المباحثات قد شهدت استعراض للانعكاسات السلبية للوضع في غزة على الصعيد الإقليمي. في إطار عضوية سلوفينيا في مجلس الأمن صوتت لصالح القرارات الجمعية العامة، وأيضا مؤخرا صوتت في المجلس الأمن لصالح قبول دولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة. فأنا بثمن هذه المواقف، وهي أرضية من المبادئ تجمعنا وتوثق العلاقات فيما بيننا. تناولنا خلال مباحثاتنا المفردة والموسعة كافة أوجه العلاقات الثنائية، وأيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. طبعا تركزت معظم المباحثات حول الأوضاع في غزة وما وصلت إليه من تدخل الآن عسكري ترفضه البلدين في رفح لما قد ينتج عنه من أضرار بالغة فيما يتعلق بالمدنيين، وأهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن. ورغم أن جولة المفاوضات الماضية لم تأتي بهذه النتيجة، فمرة أخرى هناك ضرورة للوصول إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن. كما قال وزير الخارجية سامح شكري أن اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيار استراتيجي، وأوضح شكري أن اتفاقية السلام مع إسرائيل تتضمن آليات للتعامل مع أي انتهاكات. اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية هو خيار استراتيجي اتخذته مصر من أكثر من 4 عقود، ويعد الركيزة الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والأمن. الاتفاقية لها آلياتها يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات قد تكون قد تمت، ولها آليات الخاصة بالتعامل مع هذه المخالفات إذا وجدت. هذا أمر يتم في إطار فني، في إطار لجنة الاتصال العسكري، ونستمر في التعامل مع الاتفاقية من هذا المنظور. بدورها شددت فايون على رفض بلادها استخدام إسرائيل التجويع كسلاح في الحرب على قطاع غزة، مؤكدة على دعم سلوفينيا دور وكالة الأونروا في القطاع. وأشادت بجهود مصر الاستثنائية على الصعيد الإنساني بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. يمكنني القول أنكم تقومون بعمل استثنائي للأشخاص الذين يعانون في غزة. إن الجوع والمجاعة باعتبارهما وسيلة للحرب هما أمران غير مقبولين. من المهم للغاية أن تسمح إسرائيل بفتح الطرق الإنسانية وضمان أن الطعام والأدوية وجميع ضروريات الحياة تصل إلى الناس في غزة. إن استخدام المجاعة والتجويع كسلاح في الحرب هو أمر مخزي. إن سلوفينيا تدعم الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في تقديم المساعدة الإنسانية، وجميع الأطراف عليها أن تدعم الأونروا في عملياتها المستمرة وتحترم حيادياتها ودورها الإنساني. تتواصل عمليات القصف المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلية على مناطق متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية منذ أن تم احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. في ظل هذه المتابعة المستمرة، أعلنت مصر عن اعتزامها التدخل لدعم جنوب أفريقيا في دعوتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
اتهام إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية للأشقاء في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة. ربما هذا هو الخبر الأبرز اليوم في ظل بالطبع تفاقم الأوضاع وتصاعد وتيرة الأحداث وبالطبع ازدياد العنف ضد الأشقاء في قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح، وبعد احتلال القوات الإسرائيلية لمعبر رفح الفلسطيني. نتحدث بالطبع عن يعني مواقف مصرية تغيرت، ومنها هذه الحركة لدعم جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل في محكمة المحكمة الجنائية الدولية. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا في حديث وزراء الخارجية وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته السلوفينية، يعني تحدثوا عن يعني استمرار الدعم المصري وأيضا الدعم الدولي لقطاع غزة والأشقاء في فلسطين، وأهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67. هذه نقطة. وبالطبع وزيرة خارجية سلوفينيا كانت هنا أمام معبر رفح بالأمس وتحدثت عن أهمية الدور المصري ومعبر رفح المصري تحديدا في إدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة بعد أن توقفت تماما منذ أن قامت قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني، وقفت دخول هذه المساعدات، إلا أن هذه المساعدات ما زالت متوقفة بمئات الشاحنات أمام بوابة معبر رفح المصرية وعلى الطرقات. وبالطبع سيارات الإسعاف أيضا ما زالت في انتظار الدور للدخول لاستقبال المصابين، إلا أن قوات الاحتلال تمنع دخول المصابين. استمرار للقصف العنيف لمدينة رفح والمخيمات المختلفة التي حددتها حتى قوات الاحتلال أنها أماكن آمنة، إلا أن قوات الاحتلال ما زالت مستمرة في القصف المستمر المدفعي ومن الطائرات، وأيضا الاجتياح البري الذي استمر اليوم في عدد من المناطق في قطاع غزة في الشمال والوسط والجنوب بدون استثناء وضرب عشوائي. أيضا أدانت حركة حماس منذ قليل تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذه التصريحات التي يعني تحدثت عن ربط الهدنة بالإفراج عن المحتجزين، وهذا ما صرحت عنه حركة حماس أنه تراجع عن الاتفاق الذي وافقت عليه بصياغة مصرية، إلا أن المفاوضات المصرية لا تتوقف في جميع الأصعدة لدعم الأشقاء في فلسطين. والآن أعود إليكم مرة أخرى. غزة اتدمرت، ما بقاليش حاجة. قالت مديرة مكتب إعلام الأونروا في غزة إنس حمدان إن الأهالي في قطاع غزة يعانون من أوضاع صعبة وكارثية. واستنكرت حمدان خلال مداخلة تليفونية لها مع التلفزيون المصري استمرار إغراق القوات الإسرائيلية للمعابر من الجهة الفلسطينية. يعني الأونروا موقفها واضح منذ بدء الاجتياح البري لمدينة رفح وتحديدا المنطقة الشرقية. الأونروا لا تزال باقية في مناطق الجنوب مدينة رفح وتحاول تقديم ما يمكن تقديمه من الخدمات. يعني نحن لا نزال ندير عيادات أو مراكز صحية في مناطق الجنوب والوسط، وهناك أيضا الخدمات الأخرى التي نقدمها مثل خدمات الدعم النفسي وغيرها. نقدم لا نزال نقدم المواد الغذائية، ولكن الخطر المحتق حاليا والكارثة التي يعني نحن على وشك مواجهتها في حال لم يتم إعادة فتح المعابر هي نفاذ هذه الكميات، نفاذ الوقود ونفاذ الأغذية التي توزع على النازحين في ظل احتياج مهول لهؤلاء النازحين. يعني كل هؤلاء النازحين يحتاجون إلى خيام مثلا، مواد غير إغاثية، مواد غير غذائية عفوا، أغطية مثلا نايلون أو الأمور التي تلزمهم في فترة النزوح من مكان إلى آخر. هذه هي الإشكالية. أما الآن موعد وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة. وسارة نجيب أهلا بك سارة. أهلا سحر، أهلا حكمة مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا حول أبرز التوقعات الدولية لمؤشرات وملامح التجارة العالمية خلال العام الجاري. وأشار المركز إلى أن الاقتصاد العالمي شهد عدة صدمات في السنوات الأخيرة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم تجارة السلع العالمية نموا بنسبة 2.6% عام 2024 ونموا بنسبة 3.3% عام 2025. أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى دبل بي نيجاتيف مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت فيتش إلى أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي على الرغم من الصدمات الخارجية الكبيرة، بما في ذلك عدم الاستقرار في المنطقة والحروب في الدول المجاورة. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن شركات صينية فازت بأربع استثمارات لاستكشاف حقول النفط والغاز في العراق. من ناحية أخرى أكد الوزير أن الخفض الطوعي لإنتاج النفط يخضع للاتفاق بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، مشيرا إلى أن العراق أجرى ما يكفي من التخفيضات الطوعية ولن يوافق على أي تخفيضات إضافية تقترحها المجموعة الأوسع أوبك بلس في اجتماعها المزمع في أوائل يونيو. قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ موك إن كوريا الجنوبية تجهز خططا لحزمة دعم لصالح الاستثمارات في مجال الرقائق والأبحاث بقيمة تتجاوز 10 تريليونات وون، أي ما يوازي 7.3 مليار دولار. وتعمل كوريا الجنوبية على بناء مجمع ضخم للرقائق في يونغ، والتي تصفه بأنه أكبر مجمع للتكنولوجيا الفائقة في العالم. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى حكمة وسحر. إليكم. شكرا لك سارة نجيب. وبانتهاء الأخبار الاقتصادية في هذه النشرة نصل إلى نهايتها، وتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، ويؤكد أن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين. خلال مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، مدبولي يؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الخاص للعب دور قيادي في التنمية الاقتصادية. مصر تعلن اعتزامها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وتجدد مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية بضرورة التحرك لوقف إطلاق النار في غزة. إذن انتهت السادسة. شكرا لكم وإلى اللقاء. في أمان الله.